احلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اجمعين وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله معنا مره اخرى في برنامجكم احاديث وعبر والذي نتناول فيه الحوادث والقصص التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحاول أن نستخلص منها العبر والحكم كما نتلمس ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضوع اليوم إن شاء الله معنا قصة حول قربة من القربات المهمة في الدين الإسلامي ألا وهي عبادة الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وسوف أذكر لكم إن شاء الله حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم تبين كيف يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم ارشد الى مزيه وفضل وعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. روى الامام البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين الفقراء من المهاجرين اعترضوا على امر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاجتمعوا حتى يريدوا يعني حتى يبلغوا ويخبروا الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالامر الذي اهمهم وازعجهم وكان يعني كان في قبل هذا اجتماع وتداول للامر فحصلت ان اتفق هؤلاء الفقراء من المهاجرين رضي الله عنهم ان يذهبوا الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ويخبروه بالمشكله فما هي المشكلة؟ لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله قال نعم قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم وأهل الدثور هم أهل الغنى من الدثار والكساء فأهل الدثور هم الأغنياء من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ونحن ما لنا شيء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وما ذاك كيف يعني كيف ذهب هؤلاء بالدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم وانتم لم تذهبوا كما ذهبوا فقالوا يا رسول الله هؤلاء الفقراء الان يتكلمون فيقولون يا رسول الله يصلون كما نصلي او اغنياء يصلون كالفقراء قال ويصومون كما نصوم فنحن واياهم اشتركنا في الصلاه والصيام قال ولكن يتصدقون ولا نتصدق فامتازوا عنا اولا بالصدقه هم اصحاب الاموال والغنى فهم يتصدقون ونحن نريد ان نتصدق وليس لنا ما نتصدق به فقالوا ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يعني هم ايضا يعتقون العبيد والاماء والعتق فيه اجر عند الله سبحانه وتعالى تحرير رقبه من الاعمال المحببه الى الله سبحانه وتعالى في الشريعه الاسلاميه ايضا قالوا يتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا اموال نتصدق ويعتقون ولا نعتق وليست لدينا ايضا العبيد وحتى نعتق كما يعتقون كما يعتقون فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يواسيهم ويعطيهم من العمل الذي يبلغهم مرتبه هؤلاء الاغنياء الذين يتصدقون ويعتقون كذلك يصومون ويصلون فقالوا نعم يا رسول الله ما هو هذا الشيء؟ فقال: افلا اعلمكم او اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم سوف اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وليس كذلك فحسب وانما وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع الا من صنع مثل ما صنعتم سوف اعلمكم كلمات، اعلمكم شيء تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم ولا يكون احد مثلكم الا الشخص الذي يعمل مثل ما عملتم ففرح هؤلاء الفقراء من المهاجرين ومن غيرهم طبعا لا شك لكن الروايه جاءت هكذا فقالوا يا رسول الله نعم بلى قال صلى الله عليه واله وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة وهناك رواية تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله أربعا وثلاثين فمجموع هؤلاء مئة ففرح هؤلاء الفقراء بهذه البشارة هذه الكلمات سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله 33 وثلاثين والله أكبر 33 وثلاثين وهناك رواية أربعة تجعلنا في مصاف هؤلاء الأغنياء حتى ندرك من سبقنا ونسبق من بعدنا ولا يكون أحد مثلنا هذه هي فقط الكلمات ذكر الله سبحانه وتعالى فقالوا نعم نفعل يا رسول الله فانصرفوا واخذوا بوصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم وبداوا يطبقون هذا الذكر. بعد فتره رجع ايضا هؤلاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله ايضا عندنا مشكله اخرى، ما هي هذه المشكله؟ قالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا. الخبر تناقل واحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تعلمون تنتشر بين مجتمع الصحابه وخصوصا اذا كان فيه خير قالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فتساوينا معهم الان احنا كنا متميزين عنهم بالذكر والان تساووا تساو معنا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاهم وميزهم بهذه الاموال للابتلاء والاختبار ليبلوكم ايكم احسن عملا هذه هي الحادثه التي اود ان اذكرها في موضوع الذكر نتوقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل الاحكام المتعلقه بذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مرة أخرى معنا نستكمل ما ابتدأناه في القصة في الفاصل الأول حول ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر من القربات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآيات والأحاديث متضافرة في بيان فضل الذكر لله سبحانه وتعالى كذلك تناول الفقهاء جملة من الأمور تعلقت بالذكر واحكام الذكر ما يجوز منه وما لا يجوز وفي اي حال والاحوال التي يكون عليها الانسان في الذكر. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. الذاكرين والذاكرات اعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفره واجرا عظيما. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في طريقه الى مكه المكرمه في حجه الوداع وكان معه من معه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فلما وصل الى منطقه يقال لها الدف قريبه من مكه اتكا صلى الله عليه واله وسلم على مؤخره رحله ثم قال اين السابقون ويعني بذلك المهاجرين الاوائل الذين سبقوا في الهجره وهؤلاء كانوا من اهل مكه. اين السابقون؟ فقالوا يا رسول الله قد مضى ناس وتخلف ناس، بعض الناس جاءوا معنا وبعض الناس لم يتمكنوا من الحضور معنا في حجه الوداع. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: سيروا هذا جمدان وجمدان هو جبل معروف عند اهل مكه. قال سيروا هذا جمدان يذكرهم بالمواطن التي كانوا يمرون عليها قديما قبل الهجره قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ كلمه غريبه ما سمعناها من قبل قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هؤلاء هم الذين سبقوا سبق المفردون الذين ذكر الله سبحانه وتعالى المفردون هم الذين ذكروا الله سبحانه وتعالى الذاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هؤلاء هم هؤلاء هم الذين يصح أن يطلق عليهم المغردون الذين يغردون بذكر الله سبحانه وتعالى وليس كما نسمع ونشاهد من التغريدات التي تتداول اليوم بعضها حسن وكثير منها ليس بحسن الذي يريد ان يتكلم بشيء الذي يريد ان يلقي بشيء يجب ان يراعي الله سبحانه وتعالى ما ينفع وما يضر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم سبق المفردون هؤلاء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ولذلك متى يكون العبد ذاكرا لله سبحانه وتعالى متى يصدق عليك ان تكون ذاكرا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات العلماء يقولون اذا واظب على الاذكار الماثوره صباحا ومساء في الاوقات وفي الاحوال المختلفه ليلا ونهارا عد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولله الحمد اليوم هناك كتيبات وكتب منتشره تبين للانسان ماذا يقول في الصباح وفي المساء اذكار اليوم واذكار الليالي اللي 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 سواء كان منها العام او كان منها الخاص او المؤقت باوقات الذي واظب على ذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء في الاوقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه واله وسلم عد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما اعظم الفضل لذكر الله سبحانه وتعالى عندما يستشعر الانسان المسلم انه اذا ذكر الله سبحانه وتعالى سوف يذكره الله عز وجل بحسب الموطن الذي ذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ يعني بين جماعه ومجموعه ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب الي شبر تقربت اليه ذراع وان تقرب الي ذراع تقربت اليه باع وان اتاني يمشي اتيته هروله. ولذلك ذكرك لله سبحانه وتعالى سوف تلاقي أفضل من إن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه سبحانه وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير وإن تقربت إليه بشبر تقرب الله سبحانه وتعالى بالذراء وهذا ليس المراد هو بالتقدير والتحديد الذي نعرفه اليوم ولكن المراد هو إعطاء وفضل الله سبحانه وتعالى على من يذكر الله سبحانه وتعالى ثم جاء الحديث الذي يبين ان ذكر الله سبحانه وتعالى هي من افضل الاعمال التي يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى طبعا بعد المفروضات قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق اللي هي الفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم، يعني القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فتشوف الصحابه ما هو هذا العمل الذي هو خير الاعمال وازكاها عند الله وارفعها عند الله وخير من من الصدقه في الذهب والفضه، وخير من القتال في سبيل الله؟ قالوا بلى يا رسول الله ما هو؟ قال ذكر الله. ذكر الله. والانسان لا يستصغر ذكر الله سبحانه وتعالى، طالما هو حي اذا لا يزال لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن حكم الله سبحانه وتعالى ومن رحمه الله سبحانه وتعالى على الناس ان جعل الذكر هو من اسهل القربات. الذكر لله من اسهل القربات لانه ولا يحتاج منك الا الى تحريك ذلك اللسان، واللسان من اسهل الامور التي يحركها الانسان. كعضله وبدل ما يتكلم انسان بالشر، بدل ما يتكلم الإنسان بالاغتياب، بدل ما يتكلم الانسان فيما لا ينفع يذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الفضل من الله سبحانه وتعالى في بيان فضل الذاكرين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الفقهاء آدابا للذكر. اولى هذه الاداب قالوا يعني يستحب اذا ذكر الله سبحانه وتعالى ان يكون متوضعا وليس على سبيل الوجوب بمعنى لا يجب على الانسان اذا اراد ان يذكر الله ان يكون متوضعا بل لا يشترط حتى كما قال الفقهاء اذا اراد الانسان ان يذكر الله عز وجل ان يكون حتى على طهاره كامله بمعنى يجوز للحائض ان يذكر الله يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر اصناف الذكر يجوز كذلك للجنب يجوز للإنسان غير المتوضع أن يذكر الله ولكن الفقهاء يتكلمون عن الكمال والأفضل والأدب مع الله سبحانه وتعالى قالوا يفضل ويندب للإنسان أن يكون متوضئا قال عمر رضي الله عنه إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان قالوا أيضا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في ذكره لله سبحانه وتعالى ان يبتغي بذكر الله وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى في هذه العباده بالذات يطلع على على الباطن كما يطلع على السر في هذا. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. ولذلك الفقهاء يقسمون الذكر الى ثلاثه اقسام. يقولون هناك ذكر باللسان. تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله وهناك ذكر باللسان ومواطأة مع القلب بمعنى لما تقول سبحان الله تتفكر ماذا يعني سبحان الله لما تقول الله العظيم تتفكر وتتدبر ماذا يعني الله العظيم العزيز الحكيم المنتقم الجبار الرحيم الرزاق فتتمثل هذه المعاني بالسلوك فاذا اذا تواطأ القلب مع اللسان كان هذا افضل عند الله فاذا النوع الاول هو الذكر باللسان النوع الثاني هو ما تواطأ عليه القلب واللسان والنوع الثالث ان يكون الذكر بالقلب فقط بمعنى ان يكون انسان صامت لا يحرك شفته لا ينطق بشيء لا يحرك لسانه ولكنه يذكر الله في قلبه ويتفكر بالاء الله سبحانه وتعالى وباسماء الله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى واثر هذه الصفات على العبد فهذه ثلاثه انواع الفقهاء يقولون ايه افضلها؟ نتكلم ان شاء الله بعد الفاصل عن افضل هذه الانواع الثلاثه يعني نقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل ما ابتداناه في احكام الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفاصل كنا توقفنا عند انواع الذكر الثلاثة، قلنا هناك ذكر باللسان وهناك تواطؤ بين القلب واللسان وهناك ذكر بالقلب. أيه أفضل؟ أي واحد أفضل من هذه الثلاثة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: لا شك أن الذكر بالقلب واللسان تواطأ عليه هو أفضل أنواع الذكر. ولكن لو اقتصر على أحدهما فالذكر بالقلب أفضل. لماذا؟ قال لأن الإنسان إذا كان مستحضرا نيته ومستحضرا ذهنه في ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك أبلغ في العمل أما الشخص اللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان هكذا درج لا يعي معناها ولا يتفكر ما يقول هذا صحيح هو أخذ الأجر على تحريك لسانه بذكر الله ولكن لا يستوي معن مع من تفكر وتدبر في الذكر أيضا من المعاني أو من الآداب والأحكام التي ذكرها الفقهاء أن يختار الإنسان الأوقات المناسبة لذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى أن يختار الوقت الذي يكون ذهنه خالي من المشاغل. ليس مثلا هو يعني الآن في أثناء وظيفته ولديه مراجعين أو ولديه عمل يؤديه ويذكر الله، هذا سوف يكون ذهنه مشغول لا يعي ما يقول ولذلك هنا في هذه الحالة الافضل له عند الله سبحانه وتعالى شرعا ان يؤدي عمله وانجاز العمل عباده وسوف ناتي ان شاء الله نذكر بعد قليل ان العباده تعتبر من ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك من الاحكام التي ذكرها الفقهاء ان لا تذكر الله سبحانه وتعالى في الاماكن المحرمه المستقبره ولذلك نهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى في اماكن الخلاء اعزكم الله لان اماكن الخلاء لا ينبغي ان يذكر فيها اسم الله لان فيها امتهان لذكر الله سبحانه وتعالى فلا تذكر الله اعزكم الله وانت في وقت قضاء الحاجه مثلا او وانت داخل للحمام بل يجب عليك ان تمتنع عن ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا من الامور التي ذكرها الفقهاء ايهما افضل ان تذكر الله سبحانه وتعالى ام تدعو الله عز وجل الفقهاء يقولون الذكر لله أفضل من الدعاء الذكر لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أفضل من أنك أنت تدعو يا ربي ارزقني واعطني و لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا انشغل بذكر الله عن نفسه الله سبحانه وتعالى يعطيك فوق ما تتمنى فقد جاء في الحديث الصحيح من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما اعطي السائلين بمعنى اذا انت توجهت الى الله سبحانه وتعالى بذكره الله سبحانه وتعالى يعطيك ولكن هل يعني هذا اننا لا ندعو الله؟ لا لا يعني ذلك انك لا تدعو الله بل ادعو الله سبحانه وتعالى ولا تنسى الدعاء ومع ذلك اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ايضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء ايهما افضل قراءه القران ام الذكر؟ الفقهاء يكاد يتفقون على ان قراءه القران افضل من الذكر لماذا قالوا لان القران فيه كل شيء فيه الذكر وفيه الحكم وفيه التشريع وفيه الامر وفيه النهي وهو المعجزه الخالده وهو كلام الله سبحانه وتعالى وما تقرب الانسان بقراءه شيء كما تقرب بقراءه القران ولذلك اذا قرا الانسان القران فهو لا شك أفضل من الذكر ولكن لننتبه إلى نقطة ذكرها الفقهاء أن هناك أوقات من الذكر محدودة بوقت مثلاً أنك ترد بعد المؤذن إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر بعد الصلوات تقول سبحان الله والحمد لله كما ذكرنا في الحديث في أول الفاصل هذه الأذكار المقيدة بالوقت الأفضل أن تقال في وقتها ولا تقرأ القرآن فيها يعني مثلا لو أنك تخير بين أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر الأذكار الثلاثة وثلاثين بعد, بعد, بعد الصلاة أن تقولها ولا تقرأ القرآن نقول لا تقول هذه الأذكار لأنها مقيدة بوقت فإذا ما انتهيت هنا يفتح باب باب قراءة القرآن وكذلك الرد خلف الإمام خلف المؤذن إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن يفضل انك انت تغلق القران ثم تجيب المؤذن تقول كما يقول المؤذن لان هذا الوقت مخصص لهذا الدعاء فقول هذا الذكر لله سبحانه وتعالى افضل عند الله سبحانه وتعالى ولكن الفقهاء يقولون القران افضل من الذكر لانه فيه جوامع كل شيء كذلك ذكر الفقهاء ان الذكر يطرد وساوس الشيطان. وهذه نقطة مهمة جدا، كثير من الناس اليوم والعياذ بالله ابتلوا يعني ولا حول ولا قوة الا بالله ابتلوا بالوسواس. والوسواس له درجات متعددة، بعضها يجعل الانسان حتى يترك الصلاة ويترك الوضوء ويترك العبادة. فأفضل ما يعالج فيه هذا الداء هو ذكر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشخص الذي يكون قلبه مستحضر ذكر الله سبحانه وتعالى سوف تبتعد عنه كل هذه الوساوس. كذلك يقول الفقهاء ان ذكر الله سبحانه وتعالى يزيل الهم والغم عن الانسان ويدعو الى انشراح الصدر. يقول الله سبحانه وتعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب وكثير من المشكلات والهموم التي يواجهها الانسان تحل بذكر الله سبحانه وتعالى بل الإنسان في بداية مشكلته ولا عند أول ما يكتشف الأمر والمشكلة حاول يحاول مباشرة أن يفكر في الأسباب المادية وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم والاستغفار نوع من الذكر إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فوائد الذكر لا تعد ولا تحصى، فالله سبحانه وتعالى يزيل عنك الهموم وياتي لك بالرزق اذا ذكرت الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ذكره الفقهاء من احكام الذكر انه لا ينبغي للانسان ان يرفع صوته ويجاهر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني لا يصرخ الله اكبر سبحان الله ليس هذا من السنه والله سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول فالله سبحانه وتعالى ارشدنا اذا اردت ان تذكر الله عز وجل اذكر نفسك في نفسك تضرعا وخفيه، القصد من الذكر انك انت تضرع الى الله سبحانه وتعالى وخيفه تضرعا وخيفه ودون الجهر يعني دون حد المبالغه في رفع الصوت وقد سمع الرسول صلى الله عليه واله وسلم رجلا يعلي صوته في ذكر الله يعلي صوته فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: على رسلكم على رسلكم انكم لا تدعون غائبا ولا اصما فانت لما تدعو الله سبحانه وتعالى لما تذكر الله سبحانه وتعالى انت لا تدعو اصم ام غائب انما تدعو سميع قريب مجيب ولذلك كان من أحكام الذكر لله سبحانه وتعالى أن لا تصرخ وألا لا تعلي به الصوت كذلك إذا إذا يعني انتهت الصلاة يشرع أن مثلا يذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له عشر مرات بعد, بعد الفجر وبعد كذا بعض الناس وللأسف يبالغون برفع الصوت وهذا ليس من الهدي النبوي نعم ترفع صوتك ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول حتى بعض الناس يعني يعني يوصل فيهم رفع الصوت الى التشويش على الاخرين وهم ايضا يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكر الفقهاء ايضا ان الذكر له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام تندرج فيه كل انواع العبادات فالشخص الذي يصلي هو ذاكر لله، الشخص الذي يصوم هو ذاكر لله، الشخص الذي يحج هو ذاكر لله ولذلك لان هذه العبادات مشتمله على كل انواع الذكر يسمى ذكرا عاما وأما الذكر الخاص فهو أن تذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ المحددة المخصوصة هذا ما وسعنا الوقت بذكره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد